لكم وين ما كنتوا تفرجوا فينا على صفحتنا الرسمية الإذاعة الوطنية التونسية، تكتبوا راديو ناسيونال تونيزيان بالعربية أو بالفرنسية، راهو كيف كيف تلقاونا. ونلقى حديث توا عن الطبخ، على خاطر تعرفوا مليح انه الشيفين في النقاط هذه يقدمونا وصفة اللي نحاولوا انه نخليو الناس والصغيرات ياكلوا اكثر الخضر والغلال. وصفتنا اليوم مع الشيف مكرم اليانجي. صباح النور. صباح النور ريما، صباح الخير، كيف الحال؟ لله ستر الله. احنا كنا تحدثنا على الفيتامين سي في بداية الحصة، باش نواصلوا معاك احنا وصفة اللي من المفروض انها تكون صحية، خاصة انه اما معدنوس الحكاية، لكن فما سلق، فما كرنب، اي وفما شوية دجاج وشوية كبد، والوصفة اللي هي عصبان معمول حاجة كلها بالخضرة، ماهوش عصبان العادي، ماهوش معمول بالعلوش الواحد، نعملوا عصبان بالدجاج، حتى اللفان نتاعو عودر الداري نعملوهم تاع العلوش نعملوه بالكرنب. ايوا، اش معناها انت كنت تسمع فينا وتسمع في الدكتوره ليلى عوين تذكر في الخضر والغلال اللي فيها اكثر فيتامين سي، وطبقت الوصفه نتاعك. تفضل شيف، وهاني باش نكتب انا الوصفه، مش باش نستنى نعاود نتفرج في الفيديو. تفضل. اذا كان بالنسبه للسلق، سلق على رشيد قص جويد، ثم عدنوس، قطعة عندنا بصل الأخضر تو موجود، قسمع شوية بصل أخضر، وباش نزيد شوية دجاج، شوية كبدة نتاع دجاج كيف كيف، قطع شوية فلفل أكحل، كركم، تابل وكروية، باش نحطوهم يطيبوا في وسط بعضهم، معاهم شوية ماء، خليهم يطيبوا بالكدا بالكدا. إيه. من بعديك باش ناخذ هذيك حتى بالماء باش يقطع فيه شوية ماء، نقولوا أحنا التخبخ نتاعو. إيه. نصبوهم فوق السلق مع البوص والبصل. إيه. باش نخلطوهم بالكدا هذوك مع بعضهم، باش نزيدهم نفوحوهم. إذا كان حبوا بالنسبة للفخار باش نعملوا شوية بركة هريس عربي وغيرة طماطم حكة. إي. ومعاهم يا إما روز طيب وإلا برغل. أنا ننصح بالبرغل خير، البرغل ما بتعرف فيه فوائد وفي برشا فوائد وفي برشا واحد. يتخلطوا يتعجنوا كلهم مع بعضهم. باش ناخذوا كعبة الكرنب. إي. باش نحطوها في شوية ماء يا زيت. يا خل باش نحطوها. باش ناخذوا بعديك لوقة. جست ورقة. ورقة في سحب. الصوت تقطع شوية وقت اللي انت حكيت، كيفاش نعملوا مع ورقة الكرنب؟ الكرنب باش كما يغلي نحطوا شوية خل. نحطوا فيه شوية خل وماء صح؟ ها؟ الصوت مقطع خسارة. تسمع فين شيف مكرم؟ تقطع الصوت. تبعد شي شوية، احنا مانيش باش نعلقوا، تبعد شي شوية. بقعة فيها ريزو أكثر. أي باهي هكا، أي خاطر وصل للنقطة المهمة وصلت تدش. تفضل. كعبة الرم باش نحيو القلب نتاعها الوسطاني هذاك بالسكينة هكا. أي. باش تولي نقطة. أي. بعد نهبطوا الماء في نهبطوا الكعبة الكرنب في شوية ماء يغلي في شوية خل. شوية الخل باش تنحى الريحة نتاع الكرنب هذيك اللي العباد ما تحبهاش. أيواش. بعد باش نحيو الورقة باش تاخذوا صحوة صغيرة، حطوا الورقة في قاعة الصحفة، ناخذوا قطعة اللي عندنا الخليط هذاك نحطوها، ونعاودوا نسكروا الورقة بالكدا بالكدا وننزلوا عليها باش تتعصر. خرجوها، ومن بعد نلفوها في السلوفان، وبعد نحطها في الفول. تلفها في بابي سيلوفان؟ اكزاكتومون، بالسيلو عناي، بالسيلوفان مش بالالمنيوم، لفوها بالسيلوفان، لفوها بالكدا بالسيلوفان الكعبة هذيك الكعبورة، وبعد تحطهم يتفوروا ويتفوروا كل واحد، نجم نعملهم حتى بالسيلوفان، الناس تحطها الكعبورة واحدة بحطها واحدة فوق كاسكاس، خليهم يتفوروا حتى يتفوروا. ماهوش تشد برشا وقت الفرس كله احنا نتاعنا طايب. ايوه. باش تحكي 4 دراج 5 دراج ماكسيموم. نرجعوها الكعبه هذيك. هذيك لازم نعمل معها شويه روز، لازم نعمل معها شويه كسكسي، لازم ناكلوها حتى هي وحدها هكا. كم شويه خبز وصحه وشفاء. شهيتني، عليه هكا مازال العشره غير دارجين وديجا شهيتني، يعطيك الصحه. هذه هي وصفتنا ماله، شنو تتسمى عصبين هكا؟ اي عصبين بالخضره. عصبين بالخضره، ما فيهش اللحوم المعتاده نتاع العصبين، ما فيه شويه دجاج،
انت وصيت بالبرغل، لكن فيه العديد من الخضار كما السلق والمعدنوس والكرنب وغيره، وطيب بطريقه صحيه جدا. يعطيك الصحه شيف مكرم ينجي. الله يخليك، شكرا. اللي يحب يرجع الوصفه هذه قدامكم صفحتنا الرسميه الاذاعه الوطنيه التونسيه، استهلاك خضر وغلاله الموسم هذا هو موضوعنا بعد دقائق، ابقوا معنا عليه.